أولا إحنا نسأل مين ينقلب، مين يستفيد، مين خسران، ومستقبلنا هنعمل إيه تركيا. نبدأ مين ينقلب. حتى بدأ أمس مشاكل، أزمة الجيش، الناس اتصل لنا أنا ما يردوش حتى. ليه؟ إحنا كمان في مش فاهم ليه ده مش انقلاب العسكري. ليه؟ لو ده مش انقلاب، طبعا مش انقلاب. لو في انقلاب العسكري أنا شفته في الآخر من تركيا 5 مرات في كان انقلاب العسكري. أنا شفت كل الانقلابات كان في كيف في السيستم ونظامه. لو كان في الانقلاب العسكري بدأ أول منين؟ قصر رئيس الجمهور. ما فيش حد من رئيس الجمهور، رئيس الوزراء، ما فيش ولا واحد جيش من بداية، ما فيش حد. هم جاء منين؟ تيارتي، قنوات رسمية، البوسفور، كوبري بوسفور في الإسطنبول والمطار، وفي ميادين خاص، وما فيش أماكن تانية لا يوجد، اللي هي التجمعات المظاهرات، المظاهرات الأماكن دي محددة. نعم محددة. لكن لو في الانقلاب كل المحافظات لازم جيش يمسك المحافظ ورئيس الحي أو مبنى، ما فيش حد كده. هم يمسك منين؟ يمسك أماكن معينة وفي العالم مشهور الأماكن. ليه؟ وفي شيء ثاني، القنوات شغال. كمان القنوات الخاص شغال. واحد قناة معارض لأردوغان يغلق نفس اليوم نفس الساعة. ليه؟ يعني في قناة الأخبارية كان واحد معارض ويغلق كمان نفس الساعة، هو بدأ إيه؟ أزمة جيش يعني كإنقلابي. نعم إحنا سنوصف ده مش انقلاب، انقلاب المسرحية رجب طيب أردوغان. حضرتك بتقول لي انقلاب مسرحي، مسرحية رجب طيب أردوغان. يعني معلش أنا أوضحها بس بشكل، إنه حضرتك بتقول إنه اللي حصل ده رجب طيب أردوغان، إنها دي مسرحية هو اللي مرتبها. نعم. إزاي يا فندم؟ إيه الأدلة اللي عند حضرتك؟ أدلة معايا موجودة. أول بدأ مشاكل رئيس الحزب الوطن، اسم رجل دو بيرينتشيك، مشهور عندنا، ورجل عميق في تركيا، رجل مش عادي يعني، رئيس عميق. حزب الوطن، رئيس الحزب الوطن، اسمه دو بيرينتشيك. ايوه. وبيقول اول بدا مشاكل ازمه، وبيقول الدول الشباب او الجيش تبعنا بسبب الازمه. نعم. ويعلن كده. لا، وفي شيء ثاني قبل الأزمة دي أردوغان اتفق مع الرجل دي. رجل مين؟ أهم شيء. الرجل لا دينية وشتم إلى كل الأديان، مشهور خاصة إسلام، وشيوعية متطرفة معروف، كان في السجن، حتى كان في السجن بسبب علاقة الإرهاب، ودخل من السجن بسبب الأردوغان، يد الأردوغان. لكن هو رجل لا دينية، وحتى أي الأماكن لو في عنده مؤتمر أو مظاهرات شتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمان. رجل ده مشهور. وفي شيء حضرتك بتقول إنه ده نسق مع أردوغان، اتفق مع الأردوغان. اتفق مع إمتى؟ نعم. الكلام ده آخر سنتين اتفق معه. لكن خاصة آخر 6 شهور دو بيرينتشيك بيقول أنا ماذا أقول؟ أردوغان يتحرك. يعني هو كلامه، مش كلامي أنا، وكلامه يعني. حتى موجود في الفيديو كده يعني. أنا ماذا أقول، ماذا أذاكر؟ أردوغان يعمل، يتحرك. وطبعا مبسوط دلوقتي، اتفق معهم اتفاقية. إيه اللي اتفق معهم؟ اليد القوية داخل الجيش رجل دي، في بعض القيود زميلهم قيادة جيش من دو بيرينتشيك. عشان اتفق معهم يجهز المسرحية انقلابية من قبل شهرين. مش دلوقتي. وأمس بدأ مسرحية بالليل، وحتى إحنا شفنا يعني زملائنا كمان، ده مش انقلاب.